السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبقى في جولة جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني الـ R6. R6 حي متميز جدا ذات الطراز الإسلامي، يعني العماير كلها معمولة ذات الطراز الإسلامي، حاجة روعة الروعة. يعد الـ R6 العاصمة الإدارية من أهم الأحياء والمشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية، وتميز الحي السكني الـ R6 بتصميماته الفريدة والمبتكرة وموقعه المميز والاستراتيجي، هذا بالإضافة إلى أنه تتوفر به كافة الخدمات التي يحتاجها كل السكان. فإذا كنت ترغب في الاستقرار بمكان هادئ بعيد عن الضوضاء وقريب من كافة المناطق الحيوية في نفس الوقت، قد يكون الحي السكني الـ R6 هو خيارك الأول. موقع الـ R6 بالعاصمة الإدارية. يحظى الحي السكني الـ R6 بموقع مهم واستراتيجي داخل العاصمة الإدارية، فهو يتميز بموقع حيوي وقريب جدا من المعالم والطرق الرئيسية والمهمة بالعاصمة الإدارية، حيث يطل الـ R6 إلى إطلالة مميزة ومباشرة على النهر الأخضر، أحد أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بالقرب من الحديقة المركزية التي تعد أكبر حديقة في العالم، وكذلك يقع بالقرب من الجامعة الألمانية الدولية ومسجد مصر ومحطة المونوريل والبرج الأيقوني، أطول برج في مصر وأفريقيا. مساحة وتصميم الحي السكني الـ R6. يعد الحي السكني السادس أحد أهم الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد المشروع على مساحة كبيرة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للحي 650 فدان، وتم تخصيص أكثر من 60 فدان للمساحات الخضراء والحدائق العامة. تصميم الحي السادس. تم تنفيذ تصميم الحي السكني الـ R6 بالكامل على الطراز الإسلامي المميز والأنيق، بالإضافة إلى أنه حي سكني بالأساس، إلا أنه يضم عددا من المشروعات الاستثمارية والمشروعات التجارية والخدمية. العمارات السكنية داخل الحي السكني الـ R6 مكونة من دور أرضي زائد 6 أدوار متكررة، وتتسم تصميمات العمارات والأبراج السكنية داخل الحي بالتصميمات العصرية التي تجمع بين الأناقة والأصالة. يضم الحي السكني السادس عدد كبير جدا من الوحدات السكنية التي تتنوع في مساحات وتصميماتها وموقعها وتناسب جميع العملاء والاحتياجات، فيضم الحي السكني السادس قرابة من 2500 وحدة سكنية. ويوجد بالحي السكني السادس منطقة تم تصميمها بالكامل لتكون مخصصة للمناطق الاستثمارية فقط، حيث يضم الحي السكني الـ R6 10 مناطق استثمارية متخصصة. كما يوفر الحي السكني السادس كافة الخدمات الأساسية والترفيهية التي يحتاجها كل السكان، فهو يعتبر منطقة متكاملة الخدمات، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الحي خدمات تعليمية مميزة، حيث يضم الحي مدارس دولية وخاصة على أعلى مستوى لجميع المراحل التعليمية، فهو يضم 8 مدارس تعليمية بالإضافة إلى عدد من الجامعات العالمية مثل الجامعة الألمانية والمؤسسة الأكاديمية العالمية. خدمات صحية مميزة، حيث يضم الحي السادس عدد من المستشفيات الاستثمارية والخاصة بالإضافة إلى المراكز والعيادات الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. يتميز بقربه من مدينة المعرفة التي تعد مدينة متكاملة للعلوم والثقافة. يقع الحي السادس بالقرب من العديد من المطاعم والكافيهات التي تقدم أشهى وألذ الوصفات وتناسب جميع الأذواق مثل مطعم العاصمة. ويقع الحي أيضا على بعد خطوات من العديد من الملاعب والصالات الرياضية المجهزة بأحدث الأجهزة لضمان ممارسة رياضاتك المفضلة. يضم الحي السادس 3 مساجد ودور عبادة لأداء فروض الصلاة وممارسة كافة الشعائر والطقوس الدينية مختلفة، ولمحب التسوق والترفيه، فيضم الحي السكني الـ R6 نادي اجتماعي كبير و6 مولات تجارية كبيرة بها كافة البرامج، وأيضا خدمات أمنية على أعلى مستوى احترافي، حيث يضم الحي نقطة شرطة ونقطة إطفاء بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء الحي. الشركة المنفذة للحي السكني السادس تم بدء التخطيط لإنشاء الحي السكني السادس في نهاية عام 2018، ويعد الحي السكني السادس من الأحياء المملوكة للدولة بالعاصمة الإدارية،
فهو من تنفيذ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتي قامت حتى الآن من الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالحي. تعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية في مجال الاستثمار العقاري، تم تأسيسها في عام 2016 لتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وتمتلك الشركة أراضي تقدر بحوالي 174,000 فدان بالعاصمة الإدارية، وتتكون الشركة من 13 عضو من بينهم 3 أعضاء ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية. مميزات الحي السكني الار 6. يتميز الحي السكني الار 6 بموقع مهم واستراتيجي بالعاصمة الإدارية، قريب من أهم المعالم وبالقرب من أهم الطرق والمحاور مثل محور محمد بن زايد الشمالي، مما يسهل عملية التنقل منه إليه. يقدم الحي السكني السادس كافة الخدمات الأساسية والترفيهية التي يحتاجها كل السكان. كذلك يقع بالقرب من العديد من المناطق والمشاريع المهمة والحيوية التي تقدم خدمات مميزة تناسب الجميع. ينتشر بالحي السكني السادس الحدائق العامة والمساحات الخضراء الشاسعة ومناظر اللاندسكيب الخلابة، مما يساعد على الهدوء والاسترخاء، هذا بالإضافة إلى إطلالته إطلالة ساحرة على النهر الأخضر. يضم عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية، حيث يضم 2500 وحدة سكنية بمساحات وتصميمات وأسعار مميزة ومتنوعة لتناسب جميع العملاء والفئات. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت أغلى